السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كديرين لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، والفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال يا ربي. كديرين مع هاد الصهودات الحرارة؟ تبارك الله، كنظن ان الوصفة ديالتي جات في وقتها، ممكن تجربوها كيف ما كتلاحظوا معايا في الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم كاشير او مرتديلا بجوج طرق ساهلين وبساط، يعني واخا تكوني مبتدئه ان شاء الله ينجحوا معك. كيف ما كتلاحظوا معايا الكاشير بدون ملونات بدون لحوم كيجي البنين بزاف لذيذ، بجوج ديال الطرق. وريتكم الطريقه الاولى اللي شفتوا معايا في بدايه الفيديو، وهذه هي الطريقه الثانيه. كيجي رائع البنات، والمذاق ديالو كيجي حتى هو زوين. كنتمنى ان شاء الله تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر وتستافدوا من جميع النصائح اللي غادي نعطيكم باش ينجح معكم وفرجه ممتعه. نبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير، عندنا الملحه كيف ما كتلاحظوا، عندنا جوج دي حبات ديال الكيري، ولا ديروا ثلاثه ديال الفرماج مثلث، ولا ديروا هذا فرماج مربع اللي متوفر عندنا واحد الباربه حجم متوسط. عندنا نص كاس ديال الزيت النباتيه ونص كاس ديال الزيت البلديه، كاس ديال السميده، السميده ديال البغرير والحرشه. عندنا الهريسه، ممكن تستعملوا اي هريسه عندكم، ولا ما تستعملوهاش الا كانوا عندكم الاطفال. عندنا 4 ديال البيضات، وعندنا هنايا الرز. بالنسبه للرز راه كنديروا كاس ديال الرز، ولكن الكاس الرز يكون مسلوق، يعني غير 3 ديال المعالق ديال الرز هكذا طري. ملي غادي نسلقهم ان شاء الله غادي يعطينا كاس ديال الرز. هنا درت فيه واحد شويه ديال الماء والملح، وغادي نديرو يتسلق يعني في نفس الاثناء، يعني راه دغيا غادي يتسلق لينا. وهنا التوابل، عندنا البزار، عندي هنايا هذه التوابل ديال اللحم، كانت صيبتها لي الوالده الله يعطيها الصحه، كتعطي واحد المذاق زوين في المرتديله. ديروا اي حاجه، الا ما متوفراش عندكم روزيه ديال اللحم ديروا ضامت البنه ولا اي حاجه. صافي، العطريه راه غادي نشاركها معكم ملي غادي نكون كنحضر العطريه اللي ساهله ما فيهاش شي حاجه صعيبه. هنايا ممكن تخدموا بالميكسور وكاس، ممكن تخدموا بالكاس ديال المولينكس اللي غتخدموا به، حتى الكاس ديال المولينكس حتى هو مزيان. صافي، هنايا كنبداو اول مرحله. عندنا البيض كيف ما لاحظتوا 4 ديال البيضات، انا هنا غادي نطرب بالميكسور، داكشي علاش دايره كاس، يعني جايبه كاس باش نطرب به. ممكن تخدموا بالكاس ديال المولينكس كيف ما قلت لكم. هنا درت 4 ديال البيضات، غندير واحد الكميه مهمه ديال الملح، واخا درنا الملح في الرز حتى هو فاش درناه يتسلق درت فيه الملح. هنا غندير هذوك جوج ديال الفرماج مربع كيف ما كتلاحظوا، ممكن ديروا 3 مثلث ولا 4 اللي عندكم حسب المتوفر عندكم. هنا درت نص كاس ديال الزيت بلديه او زيت العود، هنا نص كاس ديال الزيت نباتيه كما كتلاحظوا، هنايا كاس ديال السميده، السميده ديال الحرشه او البغرير. وهنا عندنا الهريسه، ممكن كيف ما قلت لكم لا عندكم الدراري الصغار ما كياكلوش الهريسه ما ديروهاش، ولا انا الصراحه ما جاش المذاق ديالها باين بزاف. صافي، هنايا هادو هما المكونات. وهنايا غادي ندير البزار كيف ما كتلاحظوا، واحد تقريبا نص معلقه صغيره ديال البزار، وغندير دوك التوابل ديال اللحم تقريبا نكثر منهم، الا ما توفرش ديروا ضامت البنه. غندير الثوم، عندي انا الثوم بودره، كنصحكم ما ديروش الثومه طريه حيت الثومه طريه كتعطي المذاق ديالها مجهد. هنا غندير واحد نص معلقه ديال الثوم بودره. هنايا شويه ديال الكمون، الكمون ضروري منه كثروا منه شويه، درت تقريبا معلقه. هنايا عندي التحميره او البابريكا حتى هي درت منها شي شويه، وبقى سكينجبير. ولا متوفر عندكم القزبر حبوب حتى هو ديرو، انا ما توفرش عندي الصراحه، ديما كيكون عندي القزبر، ومني كنبغي نصايب كاشير ما كيكونش كيكون سالا. صافي، هنا غادي ناخذ ديك باش نحافظ على الميكسور ديالي، يعني ما غاديش نقرد الباربه مربعات، غادي نحكها كيف ما كتلاحظوا هكذا في الحكاكه الرقيقه باش يتطحن ليا الخليط بسرعه. صافي، كنطحنها هكذا، عفوا كنحكها هكذا في الحكاكه الرقيقه. صافي، وغادي نضيفها لباقي المكونات. هاد الباربه البنات راه ما كتعطيش المذاق ديالها نهائيا، اللي ما شافكمش كيف واش كتصايبوا كيفاش كتصايبوا كاشير ما غاديش مستحيل يعرف بان فيه الباربه نهائيا. كونوا هانيين، ما تسولونيش على المذاق ديالها واش كيجي، ما تسولونيش على يعني الحلاوه ديالها، حتى شي حاجه، كلشي كيغبر. بالعكس كتعطيه هي واحد التماسك الكاشير، يعني كتزيد كتخليه يعني يكون رطب، وما كتعطيش المذاق ديالها نهائيا، غير تهنا كتعطي اللون تبارك الله. صافي، هنا كنطربوا مزيان المكونات اللي عندنا بيد ما يعني الميكسور كيبرد شويه، يعني حيت كنطربوا كنخليوه هكذايا على جنب. وهنايا الرز راه لاحظوا معايا، يعني ما بين كيتسلق ونص سلقه ماشي مشكل، هنا كنصفي من داك الماء ديالو، راه سلقته بالماء والملحه. صافي، هنايا غادي خاصني نبردو، يعني حيت انا كنحضر خاص دغيا يبرد. هنا درت شوف هاد الزلافه باش يبرد، ولكن جاتني صغيره، غادي نديرو في داك التبصيل اللي حكيت فيه الباربه.
تما غادي نسرحوا يعني واحد جوج دقائق وغادي نلقاه برد، ما ديروش سخون، الا درتوه سخون راه غادي يطيب لكم البيض وغادي يضيعوا لكم المقادير كيف ما كتلاحظوا. نخليه برد واحد شويه صافي، نطحن كمل الطحين ديالي، نطحن هذيك السميده، نطحن الباربا، يعني راني هنا نيت كنطحن واخا غادي نضيف الرز، يعني كنطحنوا مره مره شويه. هنا باش نوريكم العبار، يعني كنسلقوا ثلاثه المعالق كبار ديال الرز، كتعطينا كاس ديال العنبه عامر بالرز. هذه كنقولها لكم، كناكد لا تمشيو تعمروا كاس ديال الرز وتسلقوه، راه غادي نضيعوا المقادير وما غاديش يصدق لكم كاشير. عير ثلاثه المعالقات ديال الرز كنسلقوهم كيعطيونا كاس صافي. هنايا كندير هذاك الكاس ديال الرز كيف ما كتلاحظوا، وكنكمل الطحين ديالي، نطحن المكونات مزيان. هذه المرحله كيف ما قلت لكم لما فيكم ما يطحن خدموا المولينكس. انا الصراحه ما عي ما خدمتش المولينكس، اما راه حتى المولينكس كتجي ساهله في هذه المرحله دغيا كطحنوا. هنا عندي الكيسان، بالنسبه للكيسان خديت هادو، انا عندي هادو قاصحين شي شويه وشويه صحاح صح، عمرو ما طرطق ليا شي كاس فاش كنبغي نصيب الكاشر، ولكن لاحظوا معايا هذاك بالي شويه رهيف، داكشي علاش استعملت هادو قاصحين وغلاض. يعني انا كنقول ربما الا متوفروا عندكم هادو اللي شويه هكذا مشرطين، هذا راه كاس عبار كاس العنبه، غير انا هاد الكاس شويه قاصح، يعني ما يكونش كاس شفاف ولا كيسان حياتي صافي. هنا كندهنهم هكذا هي بالزيت، هي واحد القطيره ديال الزيت درتها في الكيسان وكندهنهم هكذا، يا ضروري تدهنوهم صافي. كنخلي الكيسان على جنب صافي، من بعد ما طحنت الخليط مزيان غادي نجيب واحد سباتول وغادي نحيد الكاس ديال الميكسور صافي. هنا غادي نديروا الطريقه الاولى اللي هي بالكيسان، صراحه حتى هي كتجي مزيانه، واخا انا غادي نقول لكم شنو كنفضل صافي. هنا كنعمر الكيسان، كنعمرو معير حتى يعني كنفوت النص واحد شويه، يعني ما تكثروش بزاف حيت كيتنفخوا فاش كيكونوا كيطيبوا، غادي نوريهم لكم. ما تعمروهمش بزاف كيف ما قلت لكم، فوتوا النص واحد شويه فقط، انا مازال بانت لي الكميه باقا كثيره، غادي نزيد كاس واحد صافي. هاهم كيف ما كتلاحظوا، يعني خمسه ديال الكيسان اللي حضرت صافي. هنا غادي ناخذ السلوفان، انا هي الطريقه هذه اللي كتعجبني الصراحه في كاشير، كيجيني زوين يعني الصراحه، كل واحد يدير اللي مسلكه ويدير داكشي اللي كيبغي. لاحظوا معايا درت السلوفان، خويت فيه نصف الخليط، وهنا غادي ندير واحد العقده من الجناب كيف ما كتلاحظوا، وغادي ندير عقده من الجنب الاخر، وغادي نعاود ندير السلوفان. البنات انا درت لكم هاد جوج طرق، كاين اللي غايقول لك السلوفان غير صحي، ديري الكيسان بحال دابا هاد الكميه، راه تقدر دير لك حتى العشرة ديال الكيسان، ديريهم وستفيهم في الكسكاس وخليهم يطيبوا، واللي يعني اللي عنده يطيب في السلوفان ماشي مشكل يدير هاد الطريقه هادي. انا عاودت درت دابا دوبلت السلوفان، وغادي نعقد طريقه ساهله، واخا تكوني عمرك ما صيبتي غادي تنجح معاك. لاحظوا معايا كنجمعوا هكذايا الجوانب، راه الفيديو شارح نفسه كيف ما قلت لكم، اللي بغى يدير الكيسان يديرهم، اللي بغى يدير السلوفان يديرهم. الا كنتو غديروا السلوفان الكميه كامله ديروا جوج مرات، هاد المزود هذا ديال السلوفان غديروه على جوج مرات ولا ثلاثه اللي بغيتو صافي. هنا كنعاود نديرو في الالومنيوم صافي، وغادي نجيب باش نطيبو، يعني كيف ما قلت لكم انا عطيتكم هاد جوج طرق، ديروا اللي مسلكاكم واللي بغيتو صافي. بغيتو يطيب في الزاج ديروا الكيسان، بغيتو يطيب في السلوفان ديروا في السلوفان. هنايا غندير دوك الكيسان هنايا باش يتبخروا كيف ما كتلاحظوا معايا. الغطايه غادي ندير عليهم واحد المنديل، وعاد ندير الغطايه ديال كيف ما كتلاحظوا، ونجمع الجوانب اللي تحرق ليا المنديل. وبالنسبه لهداك اللي درت الوسط غادي ندير عليه الماء، الماء هذا كان حطيته كيطيب ولكن ما طابش مزيان، لا كان الماء طيب مزيان، ونحطوه ايفور صافي. نحطوه فوق النار هنايا، من بعد ما داز تقريبا واحد ربع ساعه، لاحظوا معايا الشكل ديالو كيفاش عاد. وهنا من بعد ما طابو تقريبا دازت 40 دقيقه، لاحظوا معايا واخا يبان لكم هكذا كتشقق راه غادي يتجمع. لاحظوا كنخشي فيه هكذا كيغدون كيخرج ناشف، هذيك الحموريه غير ديال الباربه صافي. وكنحيدو صافي، دابا راه طاب 40 دقيقة، كيطيب اللي الفوق واللي في الأسفل كيطيبو بجوج في دقة. أنا الصراحة طيبتو في العشية وخليتو في الثلاجة حتى الغد ليه، ممكن نتوما تستعملوه طيبوه الصباح وتخدمو به في العشية، بحال دابا حضري مع ديك العشرة الصباح وديري به الكوتي لوليداتك. هنايا كيف ما قلت لكم لا لصق لكم الكاشير في الكيسان، ما كنتوش دهنتوه مزيان، جرب الموس من الجناب عاد حيدو الكاشير ديالنا. لاحظوا معايا واخا كيبان لكم تنفخ فاش كيكون كيطيب، راه ملي كتخليه، وانا راه خليته بات ليله كامله في الثلاجه غير لتحت ماشي في المجمد صافي. دابا حنت دابا الصباح صافي، لاحظوا معايا يعني انا خرجوا بسهوله حيتاش دهنت الكيسان مزيان، واخا يبان لكم شي حاجه لاصقه في الكيسان ماشي مشكل. لاحظوا معايا هذه الطريقه الاولى ديال الكيسان كيفاش كيجيو هكذا صغار، الا بغيتو ديروها ديروها البنات ما كاين حتى شي مشكل.
لاحظوا معايا كيفاش كيجيو حتى هما مزيانين، كنغلفهم بالسلوفان وكنديرهم فواحد السوبيره محكمه الغلق وكندوزو بهم هكذا يا السيمانه، ما كيخسروا ما كيطرى لهم حتى شي حاجه. صافي هذه هذا الطريقه الثانيه ديال السلوفان اللي قلت لكم انا هي اللي كتعجبني. لاحظوا معايا حتى اللون الصراحه وحتى يعني التكستور ديال الطياب كتكون مختلفه. الا بغيتوا الراي ديالي ان ديال السلوفان كيجي احسن من ديال الكيسان حيت كيكون مزموت وكيطيب بالطريقه الصحيحه ديال الكاشير او مرتديلا، كيجي رائع ماشي بحال ديال هي ديال الكيسان. حتى هي مزيانه يعني اللي بغي ما بغاش يدير السلوفان يدير الكيسان. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو تكونوا استفدتوا منه، ولا عجبكم ما تنسونيش من التعليق ديالكم والاعجاب ديالكم. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.